وزارة الانتقال الطاقي اعتمدت واحد المقاربة تشاركية ومقاربة تشاورية ومقاربة ترابية من أجل تحت الرئاسة أيضا ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعطات تم إطلاق يعني هذه المناظرات الجهوية في 12 جهة ديال المملكة، وأيضا تم إطلاق واحد المنصة للعموم من أجل استقطاب الآراء والرهانات. طبيعة الحال كما يقال المناسبة شرط، نلتئم اليوم بهذا المقر بحضور تلة من الفئات المستهدفة، منتخبين يعني جامعات ترابية، البحث العلمي والجامعة، فئات الشباب والمجتمع المدني، أيضا الإدارات العمومية. ستنتقي هذه المناظرة إن شاء الله ستضم ثلاث ورشات مهمة سنحاول من خلالها مقاربة الشأن البيئي والتنمية على مستوى جهة قلميم ودنون وما واكبه يعني من مرتكزات ومتغيرات، خاصة البرنامج التنموي الجديد للمملكة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أيضا المستجدات الأزمات المالية والاقتصادية وتأثيراتها.